صباح النور بنات الخير، مرحبا بيكم. ناقص 50 درهم البنات تمارة. مرحبا بيكم بنات الخير، نقص لكم 50 درهم من لي شهر. معرض ديال تمارة قاعة شيقة، سارعوا اجي. وجبت السلعة ديال تركيا واعرة، هادو راه كنت تنبيعهم غاليين، لان تيطرزو تيدان ليهم هذاك الغيبون، شي حاجة اللي باليد مخدومة زويونة. دابا خديت كونتيتي وصيبتها في المعمل تما في تركيا، وصيبوا ليا بواحد الطريقة زوينة. المهم شريتها من عند السيد اللي صيبها لي كونتيتي كتيرة، وحسبها لي بثمن مخير. درت لكم أثمنة مناسبة فيها، ثمن ما تلقاوهش في السوق. مرحبا بكم عندي، ومرحبا بكم في تمارة البنات، معرض تمارة عارضات في المستوى تبارك الله. مرحبا. ها هو 200 درهم، ها هو البيض ديالو 200 درهم، 200 درهم، ها هو الباج 200 درهم، ها هو الباج 200 درهم. حلي لينا واحد بيض، وها هو الواق كمية قليلة، راه ما بقاش فيه. حلي حلي حلي. ولكن الباج، الباج راه مع كل شيء واعر. شوف شوفوا تبارك الله، شوف النواغ اختي، حلي النواغ، حلي لينا النواغ تبارك الله على مالك. الله يسهل عليك، ما ناعسينش من تركيا نيشان لهنا، ولكن باغي نترزقوا بالحلال، باغي وليداتنا يتنفعوا. الله يحفظكم لينا يا ربي. هاي كاين هذا البلونكاسي، كاين البلونكاسي. السروال اللي ما لقاش السروال عندي في كازا، ها هو السروال، ها هو الكحل، ها هو البيض. ها انتم سير الله يعطيك الستره، فوزه فوزه فوزه، احسن فوزه في العالم. شوفوا شوفوا، عافاك هزي لي الكم ديالي يبان. هذا ها انتم شوف، شوفوا هذا اللون وهذا، والباج الفاتح راه داخل. غدا في غدا في العشيه داخل الباج. كاين ان شاء الله يا ربي، قالوا لي غدا يوصل الخميس الجاي، وغدا عاوتاني النص. هنا القطن، هنا القطن، هنا القطن البنات 180. ها هو دابا درت لكم 170 درهم الكوطو مالكة، 170 الله يجعل البركة. شوفوا الفن ديال القطن 170 درهم. ها الجديد اللي خديت من عند الحاجة، الحاجة اللي جابت لي ديال كاشخة، ها هو جابتهم لي الحاجة اللي من الإمارات. ها هما، شوفوا 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 تبارك الله. شوف هذا واعر وبشحال مالكة. ها انتوما ما شاء الله كاينين ديال 200 درهم، وكاين هادو راه ما شاء الله فنين. تبارك الله الله يحفظكم، مرحبا بكم. ها هما 200 درهم ان شاء الله. شوفوا معايا بالنسبه لهادو بشحال هادو، 200. شوفي شوفوا هذا، هذا هذا نمزه وكافيك، هذا تليجه تبارك الله، تليجه. شوفوا تبارك الله، ها هما تليجه ما شاء الله الفن. شوفوا تبارك الله، عافاك عافاك. هذا واو، يلا ختامها مع منى التاويل والفن تبارك الله ديال الفن، والله العظيم الى الفن ديال الفن. مروه راه باقه في تركيا، ولكن هاي السلعه، هاي السلعه ديال مروه. ها هو صورت لكم البنات باش تعرفوني ما تنكذب، صورت لكم في تركيا، في تركيا. ها هما مخدومين، ها هي ها الماركه شنو سميتها اللي سولني على لامارك، ها هي وصورت لكم في تركيا. ها هو هنايا وموجود، وها هو لابسه انا، ها هو لابسه انا في الباج، وها هو في المكحل، وها هما هادو البنات، هادو كسيوات ديال جليبات معلقين. هادو انا ندوز ليهم، ها انتوما فينا هما مالكه. هنا العبايات، العبايات ها هما، ها هما البنات، ها هما تبارك الله، ها هما تبارك الله. هادو جين بالسنسله واعرين، بشحال هادو ديال الجين بالسنسله؟ 250 درهم. كاينين بالصديفات وكاينين بالسنسله، فنين، وان شاء الله ما يكون على الخير، الله يجيب لنا التيسير يا رب. وليا ايمان، ايمان صديقتي جايبه لكم ام طه اختي، ام طه، ايمان ام طه، ما شاء الله جايبه زميطه الاعشاب على ضمانتي هادي بلبوله ديال الضرب الاعشاب، واحد البلبوله خطيره ربي، فيها النافع والسان وجو الكمون البلدي وزريعه الكتان والزعتر. شحال الثمن؟ 18 درهم البنات، 360 ريال، زعما ثمنها مخير. هادو الزرارع البنات، الزرارع ديال الخبز بشحال دايره ليهم، زريعه ديال نوار الشمس كتان تبارك الله 15 درهم، زريع هذا زميطه بالاعشاب بشحال دايره ليها واعره. والبنات الجديد ما عرفتي تنزربوا انا وياك واش نقولها. هذا هذا قولي لنا ايمان شنو؟ الخميره المجففه، خميره بلديه
خميره بلديه مجففه واعره من داك الشيء الرفيع. بالنسبه لهنايا شنو هي هذا؟ هذيك الهريسه. هذه الهريسه بدون مواد حافظه, بدون مواد حافظة. شي حاجه اللي زوينه ما فيها لا ملح لا مواد حافظه لا والو. هذا السمن الحر وربي لا ما ذوقوه. هذه تعاونيه واعره ما شاء الله عليها. هنايا البصله مجففه, هي البصله بودر كيف ما تيقولوا. هنايا تبارك الله الثومه بودر, ها هي كاينه هنايا. واحسن حاجه عندها البلبوله ديال الشعير بالاعشاب والبلبوله ديال الضرب الاعشاب. مالكه دخلنا عليك بالله, كي جاتك البلبوله مامي تاتي كليناها البلبوله وديال الكرافس كلينا الاخرى واعره والله العظيم. الا على رقبتنا الا غزاله ب 360 ريال. هنايا مخللات والزيتون, ها هو البنات الزيتون الخضر مشرمل طبيعي بلا ملح بلا صودا بلا مواد حافظه. هذاك سكسو الخماسي هانتوما تبارك الله. شنو هذا؟ هذاك النافع كرميه وحبه النافع مطحون محمرين ومنقيين مطحونين حبه حلاوه وكرويه. وهنا تبارك الله شي حاجه اللي واعره, حبه حلاوه كرويه البنات زويونين. علاش تطلق كرويه حبيبتي؟ علاش تطلق هذه الكرويه؟ الكرويه مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكين عندهم الوجع ديال الوجع والبرد. تبارك الله كاين هذا ديال تيليوين زعفران حر ديال تيليوين 40 درهم الزعفران البنات كلشي داير له 40 درهم. هنا تبارك الله الزيتون غزال, الزيتون زوين مشرمل الفن. وعافاكم الى ما ذوقوا لي البلبوله ديال الضرا وعباياتي عباياتي الفنين. ربي كيجاوك العبايات ايمان فنين ما شاء الله. ألا من رأس ديال الشقيقة. أنا والله إلا من مشيت للمعرض ديال بلجيكا نفعني بزاف, نفعني لواحد الدرجة ما تتصورش الطريقة ديال الاستعمال ديالو. بالنسبة للطريقة ديال هذا المستحضر ديال ألا من رأس أو الشقيقة هنا وهنا كتستخدمه هنا وهنا وخذ منه شوية وكتشم وفي القفة آخر القفة أيه سريع النتائج تبارك الله. تبارك الله هادو هيربيكوس البنات, ها هي تبارك الله تعاونية هيربيكوس عندها مرخصة وعندها كل شيء على لونصة تبارك الله. هاد السيد هذا راه كان تبارك الله شحال من عام وانت في الإمارات؟ 12 سنة. المحل ديالك كان في العين, العين تبارك الله في الإمارات, كان مشارك مع واحد الإماراتي تما وداير هاد التخصص هذا وجا دابا للبلاد ديالو خدا لا غوتخيت ديالو وداير نفس التخصص وما شاء الله تيبدع علينا كل مرة. هاد المرة هادي راه جايب لينا هادو ديال تساقط الشعر. نعم. على رقبتك الحاج شنو قلتي ليا؟ خلال هذا في خلال 15 يوم كيوقف تساقط الشعر نهائيا بالنسبه للنساء. اييه 21 يوم كيعمل على تنبيت الفراغات كذلك بالنسبه للنساء, كيعمل على تطويل الشعر ابتداء من شهر. المستحضر هذا طبيعي 100% غني بالفيتامينات والمعادن. شي حاجه واعره ان شاء الله يا ربي. عافاك ديال هذا هذا مي تديرو وكل نهار تقول يا ربي من تصوري الحاج قولي لي الله يعطيك الخير. هذا الالم اللي كان فيها قسما بالله العلي العظيم هذا الشيء راه الشهاده ديال الام ديالي وعايشوفني 10 كره ما غاديش. راه شي 80% ديال التحسن ديال الركبه. تتصلي دابا عاديه كانت تتصلي في الكرسي. الله يرحم لك الوالدين. سيدتي هذا الالم الظهر المفاصل الركب سريع النتائج وممتاز حتى بالنسبه للاعدادات الرياضيه. اييه وباش نميزوه يعني على هذا ديال الرياضيين درناه في هذا اللومبالاج هذا بالنسبه للرياضيين. ها هو الناس للرياضيين, ها هو اللومبالاج وتبارك الله. الناس كيعانيو من الم الظهر والمفاصل. ها هو تبارك الله. كاينه استاذه حتى بالنسبه لليفاريس الناس اللي عندهم العروقه في الرجلين. تيحيد الحاج زعما تيقول لك ليفاريس والو ما تحيدش واخا دير. وانا بعد اذنكم غادي ناخذ الشهاده ديال شي عارضه اللي معنا هنا اللي جربوه. اييه عليه خير. هاكاك الله يرحم والديك. انا نديرو انا راه فيا ليفاريس ولكن زعما ما باينينش وتتقول لي امي راه ما تيحيدوش دوك الدواليب راه ما تيحيدوش. ان شاء الله استاذه تيحيدو تبارك الله. نعم 100% ان شاء الله. الله يعطيك الخير. دابا نجربوا البنات ولكن شتي هادي عن تجربه ديال 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 الشقيقه عن تجربه. هاو فنه 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 الشقيقه. ها هو اييه شقيقه بشحال الحاج باش يكونوا عارفين الاثمنه؟ 50 درهم. 50 درهم تبارك الله عليك. هنايا هذا كلشي دار عليه الاقبال لي صبا وكلشي تيبغي ياخذوه من عند الحاج. شنو هو هذا؟ هذا ديال لي فيرجيتور دوك التشققات ديال البطن اللي كيكونوا عند النساء. اييه في فتره الحمل يعني بعد الحمل او الناس اللي كيتزادوا من تيغلاضوا تيضعفوا. هذا كيصفي البشره وكيغدي وكيرطب كيحيد دوك ليطاش وكيوقف حتى التجاعيد. هذا انا غادي نبدا متاكده من راسي غادي نبدا لان هذه الفتره هذه هي اللي فين الواحد يدير شي سوا لوجو وفين يبدا شي تريتمون الوجيه ديالو. كاين هذا استاذه بالنسبه للناس اللي كيعانيو حساسيه الانف. وتبارك الله عليك سمح لي الحاج ما شاء الله السيد راه كازاوي ديال القدمين ما شاء الله. الحاج تعرف على ذاك المنتج خطير ما شاء الله.
ها هو وهذا بالنسبه للسيدات، هذا بالنسبه ديال الشخير الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه ها الشخير اللي تتشخر، هانتوما عاونوا ريوسكم الله يفرحكم يا ربي. وهذا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الزكام لاغريب، اييه نزلات البرد. هنايا كاين الناس ديال قلعت مكونه، قلعت مكونه ديال الذهب، الذهب الذهب عنده الذهب. قال لي انا راه منى تنبيع الذهب، ربي دابا هذا خويا تتبيع الذهب اخويا، نقول يحسر من الذهب. شوف ما شاء الله الصابون الكبريت، صابون النيله بالنسبه لحب الشباب استاذه منى. اييه مع هذا المنتج هذا ديال الماسك، الماسك ديال الودعه، تحيد حب الشباب بصفه نهائيه. اييه استاذه منى، وكان هذا صابون ديال النيله تفتح البشره والتبيض، قناع ديال الودعه والحلزون. صابون البلدي بالعكر الفاسي واعر، هذا قول لي الثمن عافاه، هذا 20 درهم. شوفوا البنات الصابون البلدي بالنيله واعر، كيدي مده طويله، كيدي هذا مده طويله تبارك الله، وما تيتميش الميزه اللي فيه ما تيتميش. صابون البلدي عنده واعر البنات، بارك الله فيك. وكاينه الصابونات الكبريت، الناس اللي عندهم البنيتات فتره المراهقه تينوضوا لكم حب الشباب، راه شي حاجه واعره هي، وقناع ديال الودعه تيجي زوين. هذه الصابونه هذه ديال لوبان الدكر، لوبان الدكر البشره كولاجين طبيعي. اييه الزعفران ديال تيليوين ها هو حاضر معاكم، الزعفران الحار. وعندنا هذا العكر الفاسي، شحال الصابون اخويا؟ اين هو صابون 20 درهم، وها نتوما والصابون البلدي 20 درهم. ولكن شتي الصابون البلدي البنات اي خذوه بعينكم مغمضين، واعر بزاف، والصابون داير له 20 درهم زوين تيدوم. هذا صابونات الكبريت تغسلي بها كل غسله في الحمام، تتحيد تتصفي البشره ديال الحبوب، الحبوب بالنسبه لهذا استاذه منى. غنضيف للزبناء الكرام انه كيحيد حتى الكلف، شحال من واحد كيجي كيقول لي راه حيد لي حتى الكلف ديال الودعة والحلزون. الودعة هذا الماسك هذا، الودعة والحلزون وما ورد، هذا السيد هذا متخصص غير في هذا الشيء، هذا الشيء راه زوين. كيدار العينين، كيدار بالنسبة للوجه، هي اللوجه ولا خلاطات. نعم كيتشرب تبارك الله، تعاونية الثراء والصحة. ولكن راه ما يمكنش أنا نكون التعاونية ما تكونش، هذه تعاونية ديال قلعة صراغنا وما شاء الله على صراغنا وتبارك الله على قلعة صراغنا. ها انتم الصحة والطارة تبارك الله عليهم، هادو الناس اللي معروفين بواحد التركيبة زوينة وشي حاجة اللي إيفيكاس. قولي لنا قولي لنا من غير ها البنات، الزيت البلدية معروفين بها، الزيت البلدية خطيرة وأثمنة مخيرين، ولكن دواء البواسير راه إيفيكاس وزوين. شحال داير اختي باش تقولي للبنات تيقولوا لك الزيت دابا 90 درهم، 90 درهم راه ما زادتش فهمينا. كنتي ذاك النهار تتبيعها ب 80 وشويه 85، دابا 90. علاش بزاف بلات بزاف؟ انا في قلعه صراغنا 100 درهم، وجبت انا كندير المعارض مع منى ناقصه في 10 درهم. ها هي 90 درهم زيت بلديه، اللي بغى خمسة يطرو اللي بغى يطرو واللي بغى نص يطرو. ها انتم زيت بلديه، هذا على اللومبالاج ديالهم، هذا راه الزيتون البكر، هذا البكر اول سميتو طحنه. وكاين زيت البلديه ديال 90 درهم، كاين تبارك الله عندنا اختي منى داك الشيء ديال رمضان كامل، الزنجلان منقي منقي ومحمر تبارك الله عليك. عافاك هادو هادو تتحمق عليهم امي عندك، هادو جبناهم فتحنا على حساب رمضان، كاين ازير وكاين الزعتر وكاين فليو. اي ازير والزعتر وفليو، الناس اللي عندهم مشكله الهضم اكويست اتا يديروا فيه ازير ولا الزعتر ولا فليو، راه زوين شي حاجه اللي غزاله الهضم وعلاج الاسنان. هذا ديال لي زافط وزوين. ها هو اختي منى شوفي شنو بقى فيه. شوف تبارك الله كنتي كثيره مشفقنا ما شاء الله ما شاء الله، وعلاج البواسير خطير. هادو لي زافط البنات اللي عندهم مشكل في اللثه، وشوفوا تبارك الله. ها انتم بالنسبه لهنايا الملح ديال الهيمالايا جبتيه، ها هو معروفه به هي النيله طبيعيه. عافاك الهلوبه جبتيها؟ الهلوبه هي اللي يلا كنخدموا عليها. عافاك ضروري ضروري المخماريه راه جابتها، جبت لكم هنايا شنو هذا؟ هذا دقيق محمر، دقيق محمر، الزنجلان محمر ومنقي. باش نقول لك اشنو فيه؟ راه فيه الشعير، دقيق الشعير محمر وإيلان والصوجه محمرين. تبارك الله، هذا هذا اختي كيجيهم كاملين إيلان والصوجه والزنجلان. تبارك الله، ودقيق الشعير اللي بغى يخلط باش يكون صفوف. تبارك الله، هذا وهذا السمن بلدي، السمن بلدي ديال ديال قلعة صراغنا. تبارك الله عليك، 30 درهم. هذه هذه اختي هذا كسكسو طبيعي، هذا كسكسو بالاعشاب، بالاعشاب هادو التحاميل كيمشيو مع اللحسه، هادو مع اللحسه الصحراويه اللي بغا تزيد في الوزن بطريقه طبيعيه. وعلى رقبتك ما فيهمش ما فيهاش داك الكينه ديال الله العظيم اختي منى شوف ها
باش كنخدموا اخا أيه. كيف بين الناس اللي كيخافوا منهم واش كنشريوهم من الصيدليه راه كندير الطبيعي حنا تعاونيه ما نقدوش ندير شي حاجه ما نقدوش شي حاجه نديروها من غير تكون طبيعيه ها هي راه تعاونيه بلونصه ديالها راه التعاونيه مدعمه من طرف وزاره الصحه زعما ما تخافوش البنات وعندنا اللوز محمر اللوز محمر ها هو هذا زيتون بالدي وعلى زيتون على رقبتي لا الزيتون واعر انا ما عرفتش هذاك النار عطاتني هذا المشقوق واعر 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 والزيتون التيمونه فيه الكبار وفيه الثومه فيه الكبار والثومه وبصيله صغيره ديك صغيره وفيه الحامض المصير مشحون بشحال الثمن هادو هذا 20 درهم وهذا 25 تبارك الله ولكن راه الكبار الثومه بصله صغيره زيت البلديه الحامض مطحون عندك بجدير تبارك الله فن 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 وشوفوا وانت هي راه طيبه هذه واعره انا عقلت عليك اكادير تبارك الله عليكم ما شاء الله فين عندكم المحل عندنا في لوسيون تبارك الله كاين المحل ديالهم في لوسي والبنات هذه غيخذوها على حسابي انا غنمشي لداري وغنصورها لكم واعره بزاف هذا واحد الصابون حلي لينا الله يعطيك الستر شوفوه البنات هانتوما البنات اللي ما تيقدروش على الكوماج وداك الشيء هانتوما هذه واحد الشيته ضغطي بحال هكا دايره ناخذها ما تخافوش راه تنقيسها بيديا هانتوما الشيته بحال هكا ديال السيليكون ومن تتسالي يمكن لك هذه الشيته هذه تزولها ها هي تزولها وتغسلها ها هي راه تزولها غير هكا امين ها هي هانتوما زولوها وغسلوها وشي حاجه واعره واعره بزاف البنات هانتوما ما شاء الله فنه هادو بشحال دايره ليهم هادوك دايره ليهم 60 هو مغذي ومرطب للبشره فين هي الكارت فيزيت ديالكم وتبارك الله هي لونسا مدعم من طرف وزاره الصحه ما تخافوش مراقب من طرف وزاره الصحه هاد التليفون تبارك الله عليكم شنو السميه ديالك السعديه تبارك الله على لاله السعديه شنو السميه ديال اس زد الجمال اييه هذه البنات هذه واعره 70 درهم قلتي لي تبارك الله هذا غسول الوجه انا كنت شريتهم من كانوا في اكادير الفن كانوا في واحد ستوند في اكادير عندهم واحد الصابون خطير هذا بشحال هذا هذاك 20 درهم واعر هذا خطير وهذا البنات هذا ديال الكوماج تكوميو به اللي ما قدرش على 70 درهم ها هما ديال 20 واعر واعر بزاف ها هما معطي بالسيليكون وتتحافظي على هذه عمريها دائما ها انتوما طيل الابيض بالعسل طيل الابيض بالحلبه ماسك ديال العرقسوس اللوبان الذكر طيل الابيض هادو خطيرين حتى لي برودوي ديالها زوينين وكل شيء طبيعي 100% بشحال هادو اختي هادو 50 درهم 50 درهم معطي راه تيدي لك شحال راه عندي دابا 8 شهور وباقي عندي مره في السيمانه ولا مره في 3 ايام وديريه هذا حبيبتي شنو هو هذاك ماء الورد ماء الورد مقطر طبيعي كاين باللوبان وكاين انا هادي باش تعجبني هاد السيده متمكنه دايره داكشي ومتمكنه منه ما شاء الله عليها دايرين شي حاجه تخصص زوين باش دير لك الماورد ودير لك البودر ديال اللوبان ذكر بوحدو ولا البودر ديال النيله الزرقاء مخلطاهم من ناضيه زعما الناس اللي ما عندهمش الوقت اختي هادي وكاين كاع لاكام كلها ها هي لاكام كامله السيروم تتباني ها تتباني لا تبارك الله ما شاء الله طلع نبيع على اكاديريه الطيبه وشوفوا شوفوا البنات السيرومات كاملين ها هما باك كان اللي ما فيه اللي عند براسو كياخذ الباك كله كامل ومكمول تبارك الله عليك هذا حبيبتي شنو هو؟ هذا الكريم ديال لوبان ذكر غني بالكولاجين هذا فيه الكولاجين بغيت انا واحد اختي طبيعي هذا مقشر ديال العلك خطير هذا ديال العلك واعر وديال القهوه الناس اللي عندهم ديك الجلده اللي ايوازه جلد الايوازه تكون الزغبه تحت من الجلده واعر هذا المقشر هذا ديال العسل الصقله ديال الحمام وهنايا شنو اختي جايبه لينا الفران الفرنان فرنان ديال ايت باعمران هادو ايت باعمران انت من ايت باعمران انا من شتوكا ايت باع انت شتوكا ايت باع تبارك الله لينا الشرف تكوني معانا وها هي لونصه ديالها ها هو قطاع الصحه تبارك الله كاين التحاليل ديالهم بانهم طبيعيين 100% ما فيهم لا سكر لا والو ها هما التحاليل ديالهم ها هما ما شاء الله من المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه انا قله فنة تبارك الله كاين عسل ديال الدغموس عسل الكاليبتوس كاين هادو هذا كاين املو باللوز وبالعسل ها هو مخلط ناضي وكاين تبارك الله لاقام ديالها عفاك هاد لاقام قولي لنا بسرعه ديال الزعفران هادي لاقام ديال الزعفران الحر تبارك الله فيها الماسك الكريم القماز فيها ما الورد فيها الصابون تبارك الله وهادي وهادي ديال لوبان ذكر هادي مليكة هذا شنو يليق هذا كيليق للمناعه وبالنسبه للعيالات اللي عندهم
خربطات في الهرمونات اللي عندها العسر البنات في الولاده هو اللي تنعرف بان غذاء الملكه اللي عندها العسر في الولاده اللي عنده العوق كاين اخويا شي شقيقه الدواء انا مزاوقه الحاج ما عرفتي احسن حاجه تنفعني الدواء الشقيقه يا اختي زوين شوفوا لي قولي لي انا حبيتو شنو كاين ها هو القماش ديال لويزا انا هذا بغيت نقول لك عليه شكرا زوين تيعمر هذوك الشفيرات وتيعمر الحجبان شي حاجه واعره عند حبيته هذا تبارك الله بحال شي ريسين ولكن تيعمر الفراغات اللي كاينين في الشفار في الحجبان تيقوي الشفار تيقوي الشفار تبارك الله الله يسخر هذا المقشر ديال 40 درهم ياك اختي 50 درهم بغيت نقص ليهم بالعاني نقصتي ستي داك النهار غلط الله يحفظك شحال هذا القماش ديال لويزا اييه لويزا وكاين ديال الفاني هو قماش وصابون هذه راه كازاويه راه تجي مسكينه من كازا هذا ماسك مقشر بالنيله مقشر ديال النيله غتفتح هذا ديال فيتامين سي والهيالورونيك اسيد وكلها طبيعي شي حاجه واعره اييه وهذا اختي هذوك زويتات ديال اللحم كاين تبارك الله هنايا ماسك ديال الشعر اللي تيكون متقصف متضرر هنايا البلاش راهو ما عندك في هذا الماسك البنات واعر هذا واعر الناس اللي عندهم بنياتهم شعرهم خشين شعرك عادي راه داكشي عادي انا بعدا شعري من التحت راه بحال لا خشين ولا فيه جوج ريوس ومن الفوق رطب هذا واعر بزاف كاين احسن حاجه في هذه البلاصه كامله وسمحي لي عليها هذه وهذا خطير ها هو ودابا زدت عليهم حتى هذا اختي فين ما نجرب نقول لك احسن حاجه هذا واعر تبارك الله هذه ديودوغو ناتيغال خطيره تتفتح اللون ديال المناطق الحساسه هذه تحت من الابطين البنات راه تتفتح ومنها ديودوغو والله ما تشموا فيا الريحه ديال العرق لان هاد لي ديودوغو هادو زوينين ما فيهمش الالومنيوم اكثر من 24 ساعه تبارك الله عليك هنايا الزيوت طحنهم لكم حداكم وبالبارد ها هو الخلاطات كتعالج حتى المشاكل ديال وها هو بالبارد ها هي كلشي هنايا معقم تتعقم وتتعطيكم راه جايبه لك كلشي معاها كاين الماء ديال الورد المقطر البلدي ها هي الكحل ما جبتيهش هذه المره الرباط ان شاء الله كاين اللبان الداكر اللبان الداكر جميل الناس اللي عندهم مشاكل القولون العصبي ولا الجبتوم هذه فنه هذه عندك فنه ديال العود ديال العود ومقشر ديال النيله زوين وهذا تبارك الله هذا واعر تلويزه تبارك الله عليك ما شاء الله احسن مقشر تلويزه عند هذه السيده فن بريباراسيون كنديروا لي بريباراسيون ديال الوجه على حساب مثلا هذا بالكولاجين وبالالاستين تنزيدوا دي بروتيين بيور الناس اللي عندهم مشاكل ديال هنا تحت العينين الناس اللي عندهم الهالات السوداء اييه عندك كلشي قلتي لي داك النهار وريتينا الورق السيسق اللي في اسواق السلام كلشي بالايزو لومبالاج يلاه تتخدم عليه ديال تحت من العينين الزروقيه ان شاء الله الله يسخر وتا الانتفاخ الناس اللي عندهم بحال هكا لي بوش ولا عندهم دوك الخطوط الرفيعه الله يسخر تبارك الله عليك الله على المصري ما شاء الله عليك فين هي سميتها وسيله النهارده عندها حمله نظافه في البيت عشان رمضان حمله نظافه في البيت هضرته زوينه ما شاء الله على ناس مصر المورينجا مصري المورينجا المورينجا بتاع المورينجا ايوه مورينجا ممتازه فقر الدم الانيميا الكوليسترول السكر التونسيون الاوعيه الدمويه والشرايين والقلب الدهون الثلاثيه المتراكمه ممتازه أيه. جدا للبروستات للرجال انترجي طبعا الناس اللي عندها غده درقيه والناس اللي بتعمل دياليز المورينجا موجوده بكل اشكالها مورينجا باودر مورينجا شاي جيلول المورينجا كبسول المورينجا وعندنا متنوع كبير من منتجات المورينجا شو تبارك الله هو تنوع المنتج الجديد بتاعنا اللي عامل ضجه كبيره ده اربع منتجات في منتج واحد كريم ترطيب عالي جدا ماسك قماش وبيعمل بيلينج مع سيرم فيتامين سي نتيجه من اول استعمال هذا الشيء نتيجه زوينه من اول استعمال في السبيرولينا مع المورينجا مع فيتامين ا مع فيتامين بي ثروه فيتامين بي سان ولا الشيء لاق هذا المصري ده ممتاز بيشيل الكلف بيشيل الزيتاش أيه؟ وبيشيل كل التصبغات للبشره وبيوحد لون البشره وبيعمل ترطيب عالي جدا بيصلح لكل انواع البشره وخاصه البشره الحساسه وطريقه الاستعمال دياله هذا انكوش على الوجه لمده جوج دقائق ان اجرد العين كويس وارش بكميه كبيره فيتامين سي أيه؟ بحس بالعناصر بتدخل بتقعد شكشك في وشي تبارك الله بعدها بثلث ساعه او 10 دقائق
من 10 دقائق ل 20 دقيقه اعمل بوماج واغسل وشي واشوف النتيجه في المرايا فوري. الله يسهل عليك. بالنسبه للمورينغا البنات، المورينغا بغيت نضيف لكم معي واحد القضيه. مسيو السقلي اللي معانا اللي تينظم لنا المعارض قال لي انا راه كان واحد السكر الخزان عنده طالع بزاف، وخذا البودر. ها هي الباودر، هي هذه تيديرها في المعلقه من الصباح للصباح، ملعقه ونص يحطها في لتر ونص ميه وبيشرب ميه طول النهار. ايوه. ومع الحسوه او الحلي او الدانون الصبح ربع ملعقه وياخدها، بتنزل السكر التراكمي في اسبوعين. تبارك الله تبارك الله. السكر من الدرجه الثانيه باذن الله باذن الله يبرى تماما من 4 شهور لثمان شهور. ما شاء الله. ها هي البنات شي حاجه اللي واعره، المورينغا ما شاء الله. شامبوان باقا ديك البخومو ديال 4 100 درهم 100 درهم. ها هو ديالي انا البنات، هذا خديت، هذا خديت الشامبوان هذا، وخديت البلسم ديال اللوز، وخطير خطير زوين، ولكن 4 ومعه جيل دوش ديالو. خذوا بحال هكا جوج بلسم ولا جوج شامبوان سي با غاف، ياك المصري ماشي مشكل خداو جوج من الحاجه. عندهم 30 نوع يختاروا، ها هو اختاروا اي حاجه واربعه. دابا مع هذا الغلا اللي كاين والله الا 100 درهم نفعوني بحال هكا لوليداتكم ولا الدراري ولا ليكم، راه شي حاجه زوينه. شامبوان 4 ها نتوما تصحيح القولون. كيفاش الناس اللي عندهم مصران بومزوي قولون العصبي بومزوي مصران الغلي الغازي اي لي غاز، راحه تامه. ما فيش حاجه اسمها اعصاب قولون، ما فيش حاجه اسمها نيرف، ما فيش حاجه اسمها شقيقه، ما فيش حاجه اسمها. تبارك الله. كل هيك الامور دي كلها مشيت 43 يوم، واحده بعد الفطار واحده بعد العشاء، ما شاء الله مجرب لي 11 عام المنتج هذا. تبارك الله ما شاء الله. هو راه السوسيتو ديالو سميتها الرازي، راه ما شاء الله مشهور ومعروف بالكاليتي. بالنسبه لهذا شركه الرازي كريم تفتيح، كريم تفتيح للوجه ولجميع المناطق الداكنه في الجسم بما فيها منطقه البكيني. تبارك الله. ها انتم الناس اللي عندهم الزرقيه البنات في الاماكن الحساسه ولا هذه، هذا هو كريم تفتيح زوين. بالنسبه لهذو المخماريات، مخماريات هذو المخماريات دول ترطيب عالي جدا للجسم، شي حاجه واعره للجسم لو استعملتيها بعد تعطير للجسم، بتخلي 48 ساعه 72 ساعه. ايوه. مجرد استعمال بس للترطيب 3 ايام بتعمل نعومه عاليه جدا. هذا ما شاء الله، هذا شامبو وشامبو بروتين مع بلسم بروتين مع سيرم بروتين وفيتامين اي، هذو واعرين، هذو كل شيء تيحمق عليهم عنده. طب شي حاجه ديال تساقط الشعر واعره، الشامبو مع الديميلور والسيرم ديالو ديال التساقط كيقضي على التساقط من الاستعمال الاول، تيقضي على التساقط من الاستعمال الاول. وكاين ديال القشره، ديال القشره هو هو خدام من عندك زكريا، زكريا كيجاك ديال القشره. لا الحمد لله. تبارك الله ديال القشره ان شاء الله. الجديد شامبو بيرجع لون الشعر للون طبيعي، ولو عايزاها صبغه اسود طبيعي شامبو، عايزاها صبغه اي بغينا شامبوان ديال الصبغه ان شاء الله جيبوا لينا. الله يرحم والديك ان شاء الله يا رب. تبارك الله على المورينغا وما شاء الله عليه. سينوا معايا النصف الثاني ديال المعارضات غنديروا شي، غندوز عنيمه غنيمه المنقبه ديالنا. تبارك الله عليك مامي شوب، بيجامات واعرين عند مامي. سينوا لي بزاف باقيين، شوفوا لي غنيمه. هانتوما هادو 70 درهم، كاين 60 درهم، كاين 50 درهم. وليت حافظه اختي، وليت حافظه. شوفوا ما شاء الله بشحال هادو غنيمه، 60 درهم. شوفوا لي غنيمه هادو اختي، 60 درهم. والله الا الفن. هادو غنيمه بشحال دايرين؟ 60 درهم. لي سوطوا غنيمه بشحال عاملين؟ 80 درهم ان شاء الله. هادو 50. هادو حبيبتي بشحال؟ 80 درهم. هاد الخويتمات بشحال دايره ليهم؟ كاين 50 كاين 40 كاين. تبارك الله بحال هادو شحال عاملين هادو اختي؟ هادو ديال البنيات الصغار بشحال دايرين؟ 60 درهم. وكاين تبارك الله دابا بمناسبه رمضان، هذا الشهر الكريم اللي زوين، واللي الله يرحمنا ويعطينا يا ربي يا ربي على قدر النفع. شوفوا معايا الله يعطينا الشتيوه يا ربي، دعي معنا غاني ماشي من طاحت حتى ديك المره تفاجات وكل شيء جا شرا. هادو البنات، هادو اي سميه يا مروه، اسماء دعاء مروه راه في تركيا. شوفوا معايا كاين ابي الغالي امي الغاليه، طاي كبيره طاي صغيره بشحال دايرين؟ هادو 150 درهم. 150 درهم. والصغار هادو بالنسبه للصلايات الخويتمات هادو فني بشحال؟ 50 درهم. تبارك الله على غنيمه، والله يسخر لك يا رب العالمين ما شاء الله. ها انتم غنيمه مرحبا بكم. نبداو ان شاء الله هنايا، وبلاتي بلاتي بلاتي شوفوا لي الزين. تبارك الله تبارك الله. شوفوا الاناقه ديال مامي ما شاء الله على بيجامات مامي والاناقه ديال مامي. مامي جايبه دي بيجامه فنين، داك الشيء كلاس اختي ما شاء الله. ليطالي جابت مشات جابت من ليطالي سليعه فنه معتبر بالنسبه
بالنسبه للعريسات نفيسات داكشي جديد واعر. تبارك الله على مامي، الله يحفظك لينا الشرف، وما شاء الله عليها غزاله غزاله، ونقيقه واش تصبط يا اختي الزين. تبارك الله عليك تبارك الله عليك الاناقه ما شاء الله. يلا مامي ان شاء الله عدوز معنا اليوم، ولكن غنبداو بهذا السيد هذا اللي ما شاء الله. اهلا 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 الناس ديال محمديه، يلا ورينا البروموسيون ان شاء الله. ديما البرومو هذا درنا لهم 50 درهم برومو. لا ولكن شنو ما قلتيش لينا الجمله فابور. ها فابور ان شاء الله. تنسينكم البنات غدا اجيو عمروا علينا اليوم اليوم. واعرين 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 ب 50 درهم 50 درهم باخر زوينين. البخور العطور المعطرات امنه العرب كل شيء غيكون ان شاء الله. كل شيء ان شاء الله يا رب. البخور الجديد تبارك الله. الجديد القران التسبيح مسك الطهاره. مرحبا مرحبا اختي منى. ايه ها مرحبا بالناس الطهاره زوينين. هادو 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 كل شيء تياخذهم من عندك دابا. هادو واعرين هادو الله جبتهم. نقول لي الثمن شحال؟ شحال؟ 30 درهم. فيهم امنة العرب. فابور 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 فابور. ولكن قولي لهم الصراحة الريحة الريحة هاي انا ما تنخليش يدير في الهواء حيت انا تتعجبني هذا الشيء ديالو. وما شاء الله وديما الحاجه اللي غيبتي غدو ستوك تتلقاوها. مرحبا والله يتبارك هنايا البخورات اميره البرفة. العرب البنات هي كاينه الحمراء كاينه الغوص كاينه البيضاء. هادو اللي ديضوغو بشحال داير لهم 30 درهم. المعطرات ديال الجو 40 درهم. هانتوما البنات الفراش الفراش الزربيه اي حاجه بغيتو معطر جو خطير هو هذا ما شاء الله. بالنسبه لهادو لي بارفا ها هما خطيرين. انا الملكه انا الملك اميره العرب امير العرب امير العود عود مود أي خمرة. تبارك الله موجودين ها هما خمرة واعرة 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 ايمان هي عصير الملك ليمان ها هما كاينين. انا الملك انا الملكة والاثمنة الاثمنة 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 ديما اثمنة مناسبة عندي انا. تبارك الله عليك فابور تليفون ديالك هانتوما البنات هيا اجود ما شاء الله. هانتوما الحاجه اللي ما تلقاوهاش عند الناس الهيبه. شو بديع العود الحمراء. بديع الحود الحمراء هيا شيخ شيخ شويو هاي فنه واش واشه تاج الملك بالنسبه للرجال كوكو مادموزيل ديب ديال كوكو مادموزيل. تبارك الله لي بارفان الفن كاين هنا حريم السلطان كاين. ها هو العطر الازرق اللي بغى بالجمله وبالتقسيط. البخور واعر هاي وقيته ديال البخور هذا الوقيته ديال هاد العواشر هادو نديرو بخور زوين نديرو تبارك الله هاي ملطف الجو الواعر نديرو فراسك. انا عندي هذا ديالك شتي في الزربيه ديالي ترش ماشي ترش في الزربيه في الهواء ولا في الحمام ريحته غزاله واللي دخلت يقول لي هذا الشيء هذا هذا امير العود وانا الاصبح واعر ما شاء الله عليك. وهنايا عندنا واحد السيده اللي ما شاء الله ما ضاق ما ضاق واختي نذوق وعاد نبداو ياكي. تبارك الله عليك ويلي ويلي ما شاء الله وصحي تبارك الله 100% تتباني تبارك الله عليك. هذا اللي صحي دايره بالزرع قلتي لي ياك بالزرع. عندنا هذا بالكومبليت اييه. وهانتوما البنات راه رخيص الاثمنه. عندنا هذا بالكومبلي والشوفان والزبيب. والشوفان والزبيب. عندنا هذه حتى هي نفس الحاجه حتى هي. اييه. هانتي هنا لوكو بالديفيز نافع وسنجلان. اييه. والكومبلي حتى هو. عاد خلاص راه كاين هنا اللي فوق. البنات هادو بنينين. المالح المالح اختي هذاك هذاك هذاك. انا نعطيك هانتي عندنا هذا بالفروماج هذا وحط فيه بالفروماج وعندنا هذا. شوفوا البنات هذه كي دايره شوفوا هذه كي دايره فنه. هادو لي تويل ديال واعرين تويل ديال الزرارة. تبارك الله هادو بالزرارع هادو ثاني الرقي شي حاجه خطيره. هنايا عندنا لاباط فيت على الهريسه الناس اللي كيعجبهم من الحار الهريسه والهريسه والفرماج. عندها عندنا هادو باللوز أيه. هادو بالزيتون والخضر والكحل. تبارك الله اشكال اخرين. دابا الاثمنه الاثمنه بشحال عندك؟ 20 درهم لاباط. 20 درهم ان شاء الله ديال الزرعه البنات ديال الزرعه هنا ماشي كلشي بزرعه باش هذا كاينه الاختيك اللي هاك وداك. هانتوما البنات دايره 20 درهم وتبارك الله دايره داك الشيء غزال. وهانتوما البنات اللي عنده شي مناسبه ها هو التليفون اتصلوا بها. المذاق واعر راه من الصباح وحنا شنو سميتها؟ سناك ستيبل. سناك ستيبل وتمني تكون بانوا معايا بنات غزالات فنات. فين كاين المقر ديالكم؟ فين بلاصه؟ كازا رباط تمارا المحمديه كاينه لا ليفغيتو. هذه اختي هذه ذوقيني وحيده واعره 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 البنات. هادو بالشوكولا وشوفوا تبارك الله شوفوا كاين بالشوكولا وبالفاني اللي ما تيبغيش الفاني. وشوفوا البنات والله الا نضقت من هذا الشيء كله. البنه البنه تبارك الله على البنات ما شاء الله على الحادقات. البنات خذوا من عندهم والله الا المذاق زوين بالبرون وحتى
اللي بغى بزاف البنات كاين اللي بغى كيلو جوج كيلو خمسة كيلو ستة، واللي بغى بحال هكذا راه دايره 20 درهم 20 درهم ذوقوا هاي ما ذاق واعر والله الا واعر الله يعطيك الصحه والصلاة نبيع على الحاد قالت ما شاء الله على الحداقه وما شاء الله على الفن وتبارك الله عليكم. وها هو التليفون ديالهم ها نتوما تليفون ولا باج انستغرام الله يسخلك هنايا ميدلت وجيتو حدا ميدلت عاونيه العزيزه بيو كوزميتيك تعاونيه العزيزه ها نتوما لداخل دابا هيا دخلنا شوفوا تبارك الله شوفوا 250 دايرين عليها الناس ما شاء الله وهنايا تعاونيه العزيزه ما شاء الله عليهم. شوفوا معايا بالنسبه للعزيزه كوزميتيك ميدلت هادو جايين من ميدلت معروفين عاصمه خل التفاح ها معروفين بالتفاح هذه عاصمه التفاح خل التفاح البنات زوين شنو تيدير هاد خل التفاح هذا مزيان الكوليسترول مزيان الزهر مزيان حتى الشعر حتى الناس اللي عندهم لابيليكول ديك القشره اللي كتكون القشره اللي تتكون في الشعر مزيان ليها مزيان الناس اللي عندهم فاريس دوك اللي هي ومزيان الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي شويه منه في الماء وتتبقاو تشربوا بو فيه النهار كامل راه زوين ولا معلقه في كاس الماء في الصباح شي حاجه اللي رائعه احسن سيروم ملكي وريحته خطيره خطيره تبارك الله هذا ما شاء الله السيروم الملكي ريحته رائعه من عند تعاونيه العزيزه هذا ريحته فن كاين هذا اللون وكاين عندنا هذا ديال الياسمين اييه شوفوا الياسمين خطير وكاين بالعود ياسمين وبالعود ما شاء الله هذا بالعود تبارك الله للشعر والوجه للشعر والوجه شوفوا كاين ما شاء الله هادو هادو لي زوي اسونسييل زيوت الاساسيه ما شاء الله زيوت اساسيه تتعقم الدار تتعقم تتحيي ديك بحال كاليبتوس خطير قلتي لي تيعقم عندنا النعناع العبدي حتى هو مزيان مثلا ديك الشقيقه ديك لابيليكول حتى هو القشره ديال قطرات في الشامبوان ديالك قطرات في الشامبوان ديالك من النعناع العبدي تيحيد القشره الزيت الاساسيه البنات ديال ديال الليمون ديال الحامض ديال الكاليبتوس تيحيد داك المرض في الدار داك الفيروس اللي داير في الدار الناس سبيسيالمون دايرين واحد واحد الشيء يقول ليه سبيسيال في الارز الارز ديال الاطلس ارز الاطلس هذا للشيلق الحاج الشادر عنده بزاف ديال الخصائص هذا اللي عنده لاشيت بعدها كيدير منه قطرات في الشامبوان ديالو اييه اللي عنده القشره تيحبس لاشيت ديال الشعر تيحبس تساقط الشعر الناس اللي عندهم مشكل ديك لي فاريس كيديروا شويه مع شويه ديال الزيت البلدي كاين الصمغ العربي الصمغ العربي اللي معروف ديال الناس اللي عندهم الحجره في الكلاوي الناس اللي عندهم الكلاوي الناس اللي عندهم اللي عندهم هذاك الكلى الناس اللي القولون العصبي العصبي هادو الناس اللي عندهم مشكل ديال السكر ديابيتيك هذا كيعدل نسبه السكر في الدم بواحد الدرجه الصمغ العربي هذا راه جاي منين من السودان من السودان الطريقه ديالو الحاج هذه معلقه في كاس ديال الماء دافي شربوا على هو اول شيء هو اخر شيء هاكاك هو اول حاجه من ها هو راه الصمغ العربي راه الحجر ديالو هاكاك تيكون اي كاين اللبان الذكر ها هو ديال الوجه ديال الوجه جيرو جربوه اليوم وغدا ردوا عندنا الخبر تبارك الله عليك تتبان لك الحاج اي نجربوه اليوم وغدا ترد ما شاء الله فين هو الشباب اللي معاكم فين هو مشى لفاس متنا في واحد المعرض فاس معرض فاس تبارك الله كاين تما هذا الطيل الابيض هذا الصابون البلدي وكاين الطيل الاحمر ما شاء الله زوين هنا الصابون وريحه الصابون والفن ديال الصابون كاين هنايا قناع لتصفيه وتفتيح الوجه وهنا التبريمه ما شاء الله وتبارك الله عليكم ما شاء الله اجود هادو البنات ها هو السيروم الملكي خطير الشامبو ديالو زوين وهادو البنات ديال تساقط الشعر السيروم زويون البنات تبارك الله على العزيزه الناس ديال ميدلت ميدلت خل التفاح ما شاء الله عليكم ديال جود واخيرا جود معانا تبارك الله عليك الله يسهل لك يا ربي الله يسهل لك بالنسبه عسل جود كاين تبارك الله عسلة الليمون طغموس زعتر الكاليبتوس ولكن معروفه بعسلة الليمون فينا هو جبتي ها هذا اختي استعمالات يوميه ها هو عسل الليمون ديال بني ملال استعمال يومي بشحال داير هذا اختي هذا 100 درهم 100 درهم الكيلو هذا 140 فيه كيلو ونص فيه كيلو ونص تبارك الله كيلو ونص 140 100 درهم الكيلو هذا اللي بغى شي واحد يجرب بشحال 30 درهم جربوا البنات بهذه راه استعمال يومي دابا جاي رمضان جاي الاستهلاك ديال العسل بزاف في البغرير وفي الرغايف وفي هذه ها هو شي حاجه زوينه كاين الليمون كاين الكاليبتوس حتى هو الرغايف تبارك الله انا زعما قلت بحال هكا شباكيه ولا هذه يديروها بعسل زوين احسن من عسل السكر الصفوف تبارك الله وها انتم البنات كاين ديال الزعتر كاين ديال الشوك الشوك شي حاجه قلتي لي زوينه داك النهار اها النبته هذه اييه النبته ها هي
ديال هذه وهانتوما البنات. بالنسبه لهنايا كاينه الخلطه اللي قولي لينا عليها اختي هذه الرباعي. اييه دايرها حبوب الليقه حب خوبوليس لذا الملكه مع العسل ديال الخرف. اييه وهذه مع العسل ديال السدر. هذه الناس الوليدات اللي ما عندهمش التركيز، الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، اللي عندهم القبض. البنات الوليداتكم الوليداتكم كيعاونوا على التركيز هادو وحتى القبض زوينه شي حاجه واعره للقبطه البنات. هذه الخروف الناس اللي عندهم القرحه ديال المعده شحال هذه ما جاتش معايا، جوت نهار كبير من شفتك والله يسهل عليك. احسن حاجه عندها ديال القبطه البنات. حنا عندنا داك المشكل خطيره الجوش. عرفتي عندي واحد السيده كتاخذ من عندي راه كتقولي صراحه تقيني دابا بغيتها تبارك الله عليك. جورته ما كتهدنش شويه على يا ربي تبارك الله على عسل جود. ورينا شنو عندك اخر. عندي املو املو تبارك الله وباللوز ها نتوما. وهنايا حبوب اللقاح ها هو بروبوليس ها هو تبارك الله. وما شاء الله على زيت ارغان كوزميتيك ديال الوجه يعطيك السر مزيان من جبتيها. خطوط الحمل ديال جلد البطن ديال تقويه الاظافر ديال حب الشباب الكزيمة تبيض البشره تبارك الله عليك. شكرا جود الله يحفظك. هنا التيسير الناس ديال التيسير وما شاء الله انتم عاد غيا 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 ما تتبغيش تبان. ومرحبا بتماره الناس زوينين. ديك الشنابسه ها انت شوفي شنو هادو. انا شريت هادو شوف قالت لي شوف في يديك شنو لابسه. ها انت شوف وريهم عافاك هذا الثاني الثاني غزال ها هو 70 درهم هذاك باعتو لي الثالث ديال مامي شوب. اما الثاني 70 درهم ها هو تبارك الله عليها. شوفوا لي هذا الخويتم هو اللي عندي هذا 50 درهم خديته من عندك غزال عطيها بحال ديالي. شوفوا تبارك الله 50 درهم شوفوا ما شاء الله انتم ها هما 50 درهم كاين هذا هذا بغات هذا الثاني الثاني والاول انتم هادو 60 درهم هادو 70 درهم. شوفوا لي هذا هذا زوين ها هما كل شيء حماق على هادو من درتهم هذا الاحمر والفيغ بشحال هادو 80 درهم هادو ها هما اللي دايره الاولاني الحاجه الحبيبه ها هما ها هو شوفوا فين لا انا خديت لي 3 هادو فنين فنين هادو تبارك الله تاهما غزالين. هادو تيبانوا ذهب وشي حاجه زوينه. ها انتم شوفوا البنات هيا شوفوا يدياتي هذاك الاولاني والثاني ديالها هذاك ديال مامي وهذاك الاولاني والثاني ديال تيسير ما شاء الله على تيسير. هادو تيسير واعرين بشحال هادو 83 تبارك الله. وهادو 60 درهم الواحد 70 درهم هذا 70 70 شوفوا تبارك الله هادو 50 درهم هذا هادو فنين هذا فن انا حمقني هذا هادو هادو 70 درهم هادو اختي تيبان ذهب هذا وهذا هذا هذا واعر هذا زوين هذا تيسير حمقني. شوفوا تبارك الله هذا البنات شي حاجه اللي واعره. شوفوا ما شاء الله كاين هذا فان كليف كاين تبارك الله هادو كاين لي سوطواغ لي سوطواغ تيسير بشحال دايرين 90 90 درهم 80 درهم هادو 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 تيسير بشحال 10 دراهم فنين هادو واش 10 دراهم هادو تبارك الله هادو 10 دراهم هادو حبيبتي 50 كلشي هادشي درنا لي 50 50 ما شاء الله هادو هادو واعرين كيجيوك هادو الحاجه زوينين ما شاء الله هماويين 150 وتبارك الله كاين هذا غافيني شفت هذا هذا غزال شوفي شوفي الحاجه هذا الاونسومبل هذا كلار هذا 170 كامل هذا 170 شوفي كاين هذا فنين هذا بنك غاوي 170 كاينين هذا جديد اييه شوفي هذا تيسير تبارك الله هذاك هذا بشحال قلتي 150 150 هذا 150 شوفوا شوفوا والله الا غزال شوفوا هذا البوندونتي في الدق ديال الذهب تيبان زوين شوفوا الحلقات 25 25 درهم هذا 20 درهم البنات 60 درهم 70 درهم 50 درهم وشوفوا لي الفن 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 ها هو تيسير جات الوسط راه هي منى التاويل مامي وها تيسير تبارك الله على تيسير الله يحفظ لك وليداتك الله يحفظكم تعاونية الحاجه انا نجي للحاجه دابا تعاونية اي ايبونس تبارك الله على ايبونس هادو خاصين بالرجيلات شتي الا حيدت لكم لي زيسبا ديالي غتلقاو واحد البودر بودر بيض هذاك البودر هو اللي تندير من عند ايبونس تيحيد لي الريحه لا ليا لا لولدي الريحه ديال الرجيلات البنات هادو فنين شي حاجه واعره عند ايبونس خطيرين تعاونية ايبونس الحجره قلتي لي ما تدومش ليك وتتفرتت ياك اخويا والو
الناس جاوا عندني دابا اليوم انا كنت في الرباط انا اليوم كنت في الرباط سانت جاوا عندي في 2019 جاوا شافوها عرفوها شي حاجه باقا معروفه دابا تبارك الله عليك دابا وكان واعد المتتبعات ديالكم شي فيديو مفصل أيه ان شاء الله انا نواعدهم كونوا هانيين كل منتوج على حيده تبارك الله وباش كيتميز شحال هاد الحجره هذه ديال القدام كنديروا لها 25 درهم 25 درهم ما تتفرتش ما والو كاين 7 سنين حنا في الدار هذه عندنا 7 سنين تبارك الله تبارك الله الله يحفظك داخل عليك بالله هذا شنو تقول لي عليه هذا 3 في 1 اها بلسم القدمين ثلاثه المرطبين في 1 فيه الشمع تاع المحل اللي كيسود هذوك التشقوقات والجروح من الداخل اها وفيه الكوب اللي كيرطب وفيه بوركاريتي اللي كترطب أيه. وفيه النعناع اللي فيه كيعطيك واحد الحركيه في الدم كيساعد على السيركلاسيون تاع الدم ديالو اها بالنسبه لهذا هذا ديال الالويفيرا قوماج ديال الالويفيرا اييه وهذا وما تيتاكسدش قلتي لي لا ما تيتاكسدش خصو مده طويله باش اييه هادو ديال الناس اللي عندهم الفطريات خاصين الشامبينيو في الضفار هذا راه رائع والله العظيم الا عند ميمتي هذا شي حاجه زوينه عندها الشامبينيو في الضفيرات زوين والباك بحال هكا هذا كيمشي ب 100 درهم 100 درهم هذا كيمشي عوض 155 كيمشي ب 140 درهم 140 درهم هذا كيمشي ب 175 درهم اييه فيه البودر وهذا كيمشي ب 130 درهم عافاك ديال 100 درهم شنو فيه؟ فيه املاح من الاختيار تاع السيده املاح هادو اللي تيريحوا الرجلين اها بيير بونس اها فيه المرطب حجره فيه المرطب ديال الرجلات وفيه البوماج الرجل بصفه عامه اللي كيليق اليدين اليخوت ليجينو اييه البنات اللي عندهم هاد البلاصه هادو الكحوليه هنايا الكحوليه في الركبه هنا معصله وهنا معصله اييه هادو راه خطير اكثر يا هاد القوماج وهاد الملح ديال البنات الهيمالايا زوين بزاف تيريح الرجل هاد القوماج واعر ديال بصح وبالنسبه لهاد الكريم هذا راه واعر الكريم زوين هنايا الصابون البلدي اللي ما تيدوبش هانتوما بقى كيف ما هو كله كنجي في اول اميلي كندير في صريط بحال هكا كنجبدو هو ما تيخسرش هادو تبارك الله عندهم الصابون البلدي كاليبتوس قرنفل لازير كاين الخزامه كاين تبارك الله ديال العكر الفاسي كاين هادو عافاك بشحال 25 درهم ارطب خرج وسخ بلا معاناه هادو 25 ديال بوحدنا اييه 30 باك كامل درهم مع صابون بلدي ها هو حاطو فوق اييه تبارك الله على اي بونس البنات اي بونس اي حاجه الفطريات ديال الضفيرات البنات ما تنساوهمش راه كاينين عند اي بونس التليفون ديالكم اي بونس هاو التليفون هو هذا البيع بالجمله وبالتخصيص مخصصين خصيصا متخصصين في الرجيلات البنات الله يسخر تبارك الله عند رويال دهاز ماما ما شاء الله ما شاء الله اجي واجي وراه بدينا تنحطو بدات تتعمر شويه الله يسهل اجي واجي وعندنا مرحبا بكم هانتوما بالنسبه لليوم الخميس بدينا تنحطو الجمعه غنبداو ان شاء الله اجيو عندنا الجمعه والسبت والحد كاينين رويال دهاز بشحال هادو عافاك 80 درهم فنين وكويخ زويونين اييه شوفوا شوفوا دابا رمضان وجدوا الطبله وغطيوها من عند رويال دهاز بهذا شوفوا شحال فن بشحال هذا رويال دهاز سمح لي 200 درهم فنين كبير قد الطبله الفوال ديال الطبله الفوال ها هي راه حدا صالبيو اللي وريتكم ديال املو واللي عنده الماشين ديال املو ها هو بني ملال حدا بني ملال شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله ها انتم شوفوا تبارك الله اللوينات شوف رويال دهاز الفوال اللي عند رويال دهاز واعره بزاف كاينين هادو تبارك الله غدا لتركيا رويال دهاز سالت لي السلعه وجايبه لكم الجديد ان شاء الله انتظروه عند رويال دهاز ان شاء الله يا ربي هنايا هادو الكبار الطبلات الكراسه كبار البنات جوج مترو ثمانيه الكراسه هادو الطياف فرفران ولا سته هادو الطياف فرفران بغا يخدمهم الصوينيات بغا يخدمهم كيسان اييه فيهم داك اللي كاع منسيو ديال رمضان اييه وهادو ديال 6 ديال الكراسه البنات ولا 8 ديال الكراسه هادو ديال تيليكوموند ها هما فنين ها هما تبارك الله تيجيو زوينين وها هما تبارك الله هنايا مرحبا بكم عند رويال دهاز كارت فيزيت رويال دهاز وهادو لي شومان دو طابل جبتي لي شومان دو طابل ها هما تبارك الله فيهم الوانات شوفوا لي شومان دو طابل شوفوا تبارك الله
شوفوا ما شاء الله عند رويال دهاز. مرحبا بكم عند الحاجه الفنه ليا، الشرف تكوني معايا كزاويه طيبه. شنح الجاو ها وما تيستفوا، تبارك الله على ناس مكناس عروش النحل مكان صا تبارك الله، احسن عسل عند ناس مكناس واحسن تركيبه رباعيه. وها نتوما بشهاده الجامع وحتى بشهادة اللي ديال لونصا البنات ها هي راه كاينه ما شاء الله عليهم. ندوزو بعدا عند ناس مكناس، ما شاء الله على المكناسيه، لينا الشرف تكوني معانا مكناسيه جات معانا اليوم متخصصه في هادو. ها نتوما شوفوا شوفوا تبارك الله، شوف هذه مكناس، هذه من مكناس، شوفوا ليا المضام فنين، وثمن الثمن ديال المضيمات 150 درهم والله الا فنين. ها هما 150 درهم تيجان 100 درهم. شوفوا تبارك الله هادو بشحال هادو فنين، هادو الحوالق والحلقات 100 درهم البنات. شوفوا معايا بشحال هادو اختي 150 درهم. بشحال هادو شوفوا شوفوا تبارك الله راه عندها ها انتم 150 بالنباله، وشوفوا قداش 100 درهم 150 درهم. شوفوا الاثمنه جد مناسبه، شوفوا هذا تيبان ذهب والله الا تيبان ذهب. شوفوا هذا انتم ما شاء الله فنين، شوفوا هذا 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 شي هذا تيبان ذهب نيشان 100 درهم 150. شوفوا لي لي غورميت خطيرين عند بنت مكناس انتم، شوف شوفوا ليكم معتي هذه، هذه البنات خذوا هذه، هذه فنه، هذه كلاس وتتبان ذهب. شوفوا هذه، هذه حتى هي فنه ها انتم، شوف هذه راه براسلي ها انتم، شوفوا تبارك الله، شوف شوفوا ما شاء الله ها انتم، هذه فنه حتى هي زوينه. هيا 100 درهم 150 درهم هادو قلتي لي بشحال؟ 80 درهم. هادو فنين هادو والله الا فنين ب 80 درهم. شوف شوفوا البنات شوفوا شحال فنين 80 درهم. وتصوروا هذا كامل ها هما هادو كاملين راه تيديروا 150 درهم لي سوطواغ وتبارك الله بكل شيء ليه. شوفوا هذا تيبان ذهب تبارك الله، شوفوا لي هذه جايه من مكناس هي وبنيتها، الله يرزقك حبيبتي تيسير يا ربي. خويت مات بشحال؟ 50 درهم 60 درهم. شوفوا كاين هذا زوين، كاين هذا ديال المارياج زوين، كاين هذا المارياج، كاين بحال هذا ها انتم البنات شوفوا هذا، ها هو ها هو هو هذا ها هو ها انتم شوفوا شوفوا يدي انا كي دايره بالكراطن، شوفوا كلها مشققه في تركيا بالكراطن. شوفوا تبارك الله شحال زوين هذا، شوف والله الا انتم شوفوا عيد يدي تعطيكم الخبر كلها شقاقي انتم الفن تبارك الله. شوفوا لي هذا، هاد شانيل بشحال؟ شانيل 60 درهم 60 درهم. هادو هذا توا 60 درهم 60 درهم 60 درهم 60 درهم 60 درهم. شي حاجه فنه، ها هي بنت مكناس مرخصه من داك الشيء هي وبنتها 60 درهم البنات 60 درهم 60 درهم. الله يجيب لك التيسير وتبارك الله. هادو هادو ولاو دابا دوك المداج ديال العنق بشحال دايرين هادو؟ هادو دايرين 80 درهم 80 درهم. كاينين هاد السنيسلات هما بشحال السنيسلات؟ السنيسلات 60 درهم 60 درهم. شوفوا شوفوا هادي شوفوا هادي انتوما والخاصين، شوفوا هاديك شوفوا الكوغميت كي تتبان ذهب من داك الشيء. اييه شوكه بشحال دايره؟ 100 درهم 100 درهم. وهادو هادو 150 درهم، هادو 100 درهم تيجي للعريسه تبارك الله عليك. الله يسخر اللي بغى يخبي بحال هكا في رمضان ولبسوا بنياتكم ولا ليكم ليكم ليكم. جاي ان شاء الله العواج وجاي على العراسات ان شاء الله بنت مكناس. شنو السميه ديالكم في التليفون ولا شحال؟ فاطمه عالم مجوهرات فاطمه، عالم مجوهرات فاطمه المكناسيه. سميتها سميت القناه ديالك عالم مجوهرات فاطمه. ربي لا ما سندوها دخلت عليكم بالله يا وبنتها وتتقاتل عليها. عالم مجوهرات فاطمه المكناسيه عروش النحل جمعانا عروش النحل الناس ديال مكناس وتبارك الا ما تمشيش خاص عروش النحل الوجه ديالنا خاصو يبان. هذا راه احسن مول اتاي معانا تبارك الله عليك. مني اين مدينه؟ قل ميم تبارك. تحيه للناس تقول ميم، تحيه لكل العالم تبارك الله على ناس تقول ميم وما شاء الله على عروش النحل تبارك الله تبارك الله. عروش النحل البنات ما شاء الله عليه الناس مكناس، ما شاء الله على خويا الله يحفظ لك وليداتك ستف. انا معاكم ان شاء الله عيد سالي انا معاكم. تحيه لعروش النحل اجود 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 ما كاين في التركيبه الرباعيه، الناس اللي معروفين ما شاء الله. المحل ديالكم رائع والله الا الله يحفظكم الله يحفظكم لينا الشرف تكونوا معنا والله يسلمك. عاونية عروش النحل اجود انواع العسل بروبوليس غذاء الملاكي. واخويا جبتي لي صداع قالوا لي العيالات فينا هو هذاك اللي قلتي لينا ديال العقم اللي شي حاجه هكا زوينه الانسان اللي
ربي سبحانه وتعالى عطينا واحد النعمه كبيره كبيره. راه دابا عين نحل وشوفوا شنو مخرج. وعاد عساك راه كاين راه كل داء دواء. فينا هو داك اللي قلتي الغذاء الملكي ولكن اللي بغاه اللي بغاه في التليفون. الناس تواصلوا مع الناس ورصيفطنا لهم ربي شنو كان المردود. الحمد لله كانت نتيجه زوينه وتواصلوا مع الناس بزاف وصيفطنا الناس بزاف الكليه ديالهم راه وصلوهم وباقي الحمد لله تواصلوا مع الناس. وانا كيما في شهاده الجامع وفي الشهاده ديال الختمونة اللي خدم هذا الشيء برودوي وما عجبوش انا تعليق انا نقولها في التعليق. تعليق كتب التليفون رومبورسي معاهم زوينه شي نقولها صيفطنا لهم برودوي عيان يقولها الله يسهل عليك. المعلومه ان ما تخلصناش من الكليون حتى تيستعملوا المنتوج وعاد تيصيفطوا لنا. الله يسهل عليك اخويا والله يجعل ربي يكونوا اهل الثقه لان ربي اللي عالم راه بوليداتو وبالناس ديالو وبالمحل بالكره. تنتمنى من الناس اللي ياخذوا من عندنا يكونوا حتى هما على قد المستوى ديالنا يكونوا ناس زوينين ويخافوا الله لان كل شيء فايت عند الله نتلاقاو. الله يحفظكم حيت كاين بزاف اللي تيكومونديو وفي الاخر تيديو لهم حتى للدار وما تتجاوبش ولا حشومه. هذا الشيء اللي غنقول هيا لونسا ان شاء الله ورينا. العسل ديال الزعتر راه مولف شنو نجيبو حتى البري مزيان الكميه ديالو قليله وفاش عجبتني جبتيه دابا رائع واعر واعر احسن عسل عسل الزعتر البري داء لكل حاجه اللي في بحال هكا الغده الطرقيه الناس اللي مراضين بالحلاقه ماشي حاجه زوينه. هذا املوا الناس وانتم وريحه اللوز خدامه هنايا شوفوا تبارك الله شوف هو راه انفاس مع المصري. المصري كيجاك ناس مكناس ما شاء الله ما شاء الله شوفوا تبارك الله هنايا املوا هنا عروش النحل جايب لكم حتى العسل ديال اوكاليبتوس ولا كاليبتوس الدغموس الدغموس ما شاء الله هذا معروف به بحال نيسلي وكذلك التركيبه الرباعيه هذا جبل اروكو هذه المنطقه ديال جبل اروكو هي تبارك الله هذا بين الغابه وبين الناس ما عندناش مشكل حنا تنعرفوا المنتجات ديالنا في تبارك الله المنتجات ديالنا والتعاونيه ما عندناش مشكل ولو ما يشريوش الناس يجيو يطلبوا الله يسهل عليك ان شاء الله بنات تماري يشريو عافاك التركيبه الرباعيه لاش تطليق تستعمل كأنتيبيوتيك ناتيغيل عنده نفس الفايدة ديال ليزونتيج ديال الفارماسي تتقوي المناعة ديال الجهاز الهضمي الناس قولوا العصابي شي حاجة واعرة راه خداوها الحمد لله الناس والله القاسم قرحة المائدة جرثومة المائدة خداوها معنا الناس والله العظيم كاين اللي رجع عند المعريض تيدي 6 8 كياسة تيقول لك عطيهم ليا والله القاسم تتبعهم من معريض لمعريض الله يسهل عليك. انا عندي واحد الكوموند ديال واحد السيدة كاينة برا وبغاتها تتحطها ليها في المحل ديالي وتبارك الله على العسل ديال الزعتر البري واعر ومن ارفع انواع العسل عند عروش النحل وديما عسل جبلي راه تياخذ الصداره عندهم لانه عسل ديال واحد المنطقه يكفي انها منطقه فين جبليه جبليه تبارك الله عليكم وما شاء الله.